تداول العمل وغتلقى هادشي كله كاين. وانا بكل اسف كنتكلم على هاد النقطه هادي، ورا السي عبد المنبي راه هو حاضر هنا، الناس كتعاني كتشوف الطوموبيله ديال السي عبد المنبي باش تمشي للمركز دياليز، وحنا هادشي دوزناه بعد عام وشناهي باش دوزنا هاد السياره، وانتم ديو تجيبو فيها باش تقول لهم اعاده التداول في الاتفاقيه. عطيو الناس السياره شحال هادي وجيو عند الناس اللي حنا نصوبو لكم مقرر ديك الساعه ونديرو دور استثنائيه، عار وعيب. هذا هو التعثر، كنقول لك راه كاين تعثر السيد رئيس المجلس الاقليمي، وبان مشاريعكم كلها متعطره. اما بالنسبه للموضوع ديال الفشل، انا ما عندكمش شجاعه السيد رئيس تقول الفشل، من كتهضروا على الفشل سمي، انا كنسمي كنقول المجلس الاقليمي فاشل ورئيسه فاشل، كنقولها بكل وضوح صراحه. وضح الى عندك ما تقول، قول هذا مجلس مسؤول مداولات الى اخره. ولذلك انا تنعاود ناكد، مادام اليوم ما كانش عندك الشجاعه باش تسمع بانه المعارضه تقول لك بانك فاشل، فعلا فاشل. وثالثا ناكد لك هاد التعثر اللي كدوي عليه على جامع، جامع معطرينه لي كونت ديال الراجل، وهو مخلص من جيبه وما مخلصينهمش ليه. وانا كنتحداك دابا وجيب لنا قدام نجي تجيب لنا لي كونت ثلاثه ديالهم واش مخلصهم، جيبهم. مع كل اسف وغنقول لك التعثر، وغنبقى ديما التعثر، وغنتم سبب في التعثر وسبب في كارثه هذا الاقليم. شكرا، سانسحب من الدور لان لا فائده منكم. لا بالعكس، انا والله العظيم الى مرتاح الحمد لله. معارضه بديت من الاول كنعارض هذا المجلس، وكنت على حق، لانه مجلس فاشل، مجلس هذه الحقيقه. لا بديت تعرف انت يا اش درتي انت؟ وكنسولك مجلس اقليمي يقول لي انت اش درتي؟ اش درت انا؟ ماني انا اش درت؟ انا عمر مجلس اقليمي. وانت الله يهديك تضوي انت على 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 راسك، انت عاد تضوي على الناس الله يهديك. انسحب من هذه الدوره، لا فائده منكم. بالعكس الله يبارك فيك، انا كنت محسن على هذا الاهل.